الله الرحمن الرحيم. مشاهدي سودانية 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بأن ألتقيكم في هذه المساحة التي تحتشد بالنجوم السودانية. نرحب بهم داخل استوديو سودانية 24، ونحن أكثر سعادة أيضا بعودة واحد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية والغنائية السودانية بكثير من الكتابات التي رسخت نفسها في وجدان المستمع السوداني. دكتور علي الكوباني، ألف حمد لله على السلامة وبركة الشوفة وبركة جيل طيب كمان. الله يسلمك عزيزي محمد ويديك العافية، وسعيد جدا بتواجدي اليوم في سودانية 24 مع معية أحبابي كمال وصاف وطه، وأتمنى إنه نكون يعني على قدر العزم ونكون خفيفين وحلوين. الله يخليك مع أهلنا في كل مكان. نحن بالنيابة عن سودانية 24 وكل النجوم كمان اللي مشرفيننا الليلة داخل الأستوديو، جينا نقول لك الحمد لله على السلامة وبركة، شفناك طيب كمان. الله يسلمكم، وأنا أحمد الله كثيرا إنه ربنا أكرمني بنعمة الشفاء، هذه رحلة علاج طويلة، ومن هنا يعني بدون فرز أتقدم بشكري الجزيل وأمنيات العطرة ووافر الدعوات الطيبات لكل من وقف معي في هذه المحنة بالدعوات الطيبة وبالدعم المعنوي والمادي وكل شيء. الله يحب لكل الناس. أنت تستاهل كمان يا دكتور. الله يديك العافية يا حمد، تسلم إن شاء الله. رحب الفنان الشاب طه سليمان، كيف حالك؟ مرحب بك أخ محمد، ومرحب بكل المشاهدين، ومرحب بأصدقاء والزملاء الموجودين معنا في الاستوديو. نعم، مرحب بك كمان إنصاف. الله يديك العافية، مرحب بك، كيف حالك؟ ومرحب بالدكتور. مرحب بك كمان جمال فرفور، مرحب بك وسعيدين إنك تكون معنا. مرحب بك أخ محمد، ومرحب بعودة الدكتور كوباني معافى، ولأحبابه ولأهله، ومرحب بالأخ العزيز طه سليمان والأخت العزيزة صاف مدني. الله يديك العافية يا جماعة، وكل المشاهدين إن شاء الله زي ما قال دكتور نكون خفيفين وحلقة جميلة إن شاء الله. طلال الله معكم. أنت عندك مشكلة معهم الاثنين جمال وطه؟ لا والله بالعكس، لا لأنه قبل ما ندخل في التسجيل ما في أي مشاكل يا محمد، لأنه كان في كلام كثير صراحة يعني. انت عندك مشكلة مع كثير، لكن طبعا اثناء اللقاء انا هنا اوريك الحاصل. الحاصل شنو؟ هو براو الحاصل حيتعرف يعني. ما تحتاج لاي حاجه. انا والله مبسوط بكم جدا وسعيد انه الليله انتم تكونوا في حضره اس 24 سودانية 24. برحب كمان بالفرقه الموسيقيه المصاحبه للفنانين الثلاثه، مرحبا بكم، انتم منوريننا الليله داخل الاستوديو. نبدا بجمال. جمال داري انك تقول الحمد لله على السلامه لدكتور كوباني بواحده من الاغنيات كمان. والله يا اخي خلاص اوكي، احنا ما دام هنقول لها الحمد لله على السلامه احنا هنقول عاد القمر. يا سلام والغالي رجع علينا دكتور كوباني. يلا نسمع. القمر الغالي سافر.
بكم من جديد. شكرا يا جمال. انصاف كانت حريصه انها تعرف انه الاغنيه دي يا دكتور كتبتها في منين انت؟ يغني المغني وكل يغني على هواه. هواك الاجابه دي؟ لا يعني يعني نفهم انه مثلا الموضوع سير يعني؟ مش الموضوع سير، لكن اجمل شيء في الاغنيه انك يعني مثلا زي كلك حلو، اضرب لك مثلا يعني. لكن انت تعبان مع الاغنيه دي يا دكتور. عشان كل زول تعبان شديد بحس انه الاغنيه حقك. يعني هسه انا في الوقت ده بحس انه يعني مثلا انصاف هي غاب القمر يا راجل، لانه القمر الموجود بيناتنا انصاف. دي اجابه دبلوماسيه. طيب احنا دايرين نعرف الاجابه الحقيقيه. الاجابه الحقيقيه ما عندك 70,000 اغنيه، ورينا واحده بس كتبتها في منو. طيب طيب انا حاور لك السؤال. القمر اللي كتبت له انه غاب القمر ده حضر؟ وغاب صحيح حضر. حضر انا طبعا كتبتها وانا ماشي على الامارات. ماشي الامارات. اي وجمال في اول جايه لي يعني في الامارات اشتغلنا عدد من الاغاني وكانت غاب. ده كان اول تعامل بينك وبين جمال؟ لا لا لا، اول تعامل بيني وبين جمال طبعا كانت اللي هي احتلت الطوب وكذا اقول لك حلو اعز مناي يعني. يا سلام. لانه يعني انا افتكر انه وفيها مناسبه يعني. يعني انا جاتني دكتوره من البشرة زميلتنا مع مجموعه من الناس وقرروا انه يعني انه امدحوا بيقول لك حلو. فقلت لها كيف يعني اغنيه عاطفيه وكذا؟ فقالت لي انه قول لك حلو وانت الجمال في كل معنى مكمله ده الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه معاني الجمال ما هي بس الغلاف. صحيح. جمال الروح وجمال الدواخل وجمال الاندياح وكذا. فكله يعني بفتكر انه اجمل شيء في الغناء انه كل واحد يفتكر انه هو بغني لمحبوبه او لانسان عزيز عليه. كان كلك حلو ولا كان الملاك ولا كان ستهم ولا كان يا قمر طاها ولا اي حاجه. فهسه انا افتكر وما داس يعني انا انصاف وقفت معي مواقف نبيله جدا اثناء فتره مرضي يعني، وانا بقول لها الكلام ده لانه كان بتفقدني يومي كان في الامارات ولا في امريكا. ما بقول لها الكلام ده قدامه. يا سلام. انا بقول انه انصاف قمر حس في حياتنا كلنا وهي انسان احتلت كلنا ما زايغ من اي شيء يعني. يا لكن خذوا يعني مشين يعني فيش في الزغل شنو بزغل كده. نحن برضو نعرف اول يوم برضو انت لقيت فيه انصاف تلاقيت وفي طبعا صاحه ده صغير زين قام معلش دقيقه انا قاعد معذب والله دقيقه قلت له يا فحان الدكتور ما غنيت لي. طيب يوم قال لي لا انا انت الدكتور ده لما كانت ندم لاهلي بيت كنت ما في يعني حسي الديني حسي بعد انا ذاتي لهلبتها ما دايره بس دايره هو ندم لاهلي بيت وانت ملهلبه لاهلي بيت. طيب انت لهلب انا ما دايره كده يا انصاف انصاف كده انا سؤالي. طيب معلش معلش الكلام ده كان حاصل قبل الحلقه انا كان ده وكان سنه انت بتقول الكلام الحقيقي ما معلش انا طاقه طاقه انا شفت دقيقه طاقه دقيقه على كلام لما الدكتور كان بيكتب غنى وبيودي هي لسه جيت وقاعده في الحمام انا بغني دلوقتي. طيب 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 احنا خلينا نعرف يا ثقيل يعني عشان تصل ان ذات الدكتور الديه كانت محتاجه لمجهود كبير. طيب اوكي مجهود كبير شديد يعني مجهود كبير. انصاف انصاف انا ما داري اسالك هسه كده خليني. طيب لا طه بقى حق الزور ربنا خلق خليني انا دلوقتي اسمع اقول اغني غاب القمر بدلوك ما تحتاجي. صح يا دكتور صح صح. طيب كده خليك من طه. طيب طيب كده خليك من طه خليك مع سؤالين. خليك من طه خليك من طه خليك مع سؤالين. اول مره لقيتي طيب الدكتور ايه صافي كنت تقول برانا صغيره لقيته قريب والله لقيته قريب اول ما جات جات في بيتنا. اي والله جات من وين؟ مع من جيت مين مدني؟ شنو جيت من وين؟ جات مع اخونا يعني انت فنانه. طيب طيب خلينا نسمع خلينا نسمع يا طه. طه لو سمحت خلينا نسمع. صاحب غنت لي غنت ايه يا طه كمان ما بتقدر عليه. خلينا نسمع بس نسمع اجابه الدكتوره. غنت حقيبه والله يعني كان صوت ما تتخيل. تقول بتكسر لي بالدلك عشان ده فقدتك. لا يعني اصلا ما في اثنين لكن كلامه صح. انصاف اتجهت واحتلت مكانتها بغنى معين. لغنى الدلوك هو غنى الاصلي يعني غنى شوف الناس اللي بيعرفوا يا دكتور انت عندك غنى الحماسه
يا سلام. عنده الغزل والوصف. انا ما فاتش بتغنى بالدلوكه وبتغنى يا جماعه يا فطاه ما فات زمان وجهها هاي الشعر عربي الاصيل وكدي بيختار وجهين طيب الغنى كدي وكدي. طيب انت ما مشكله انت ما تسي انا بغني للدكتور انت زعلان في شيء زعلان. طيب طيب يا انصاف انصاف طيب يا انصاف اسمعي كلامي اسمعي كلامي انصاف انت ما ترد ردي على طه هذا بالغنى دارين نسمعك يا اخي ده صغير يا اخي رد ليش ما يلا ردي بالغنى لو سمحت انا قاعد هنا اتكلم معك طيب يلا موضوع ده انت تفضلي نسمعك نسمعك يلا اطلط اقسم بالله يا ابو الحاج انا كل مره يا جماعه طيب نسمعك نسمعك ممكن نسمعك معليش هيا يا جماعه ممكن نسمعك ولا ما ممكن
عيني يا سبب شكرا يا انصاف كثر خيرك. اكثر واحد يتفاعل معك طاها والله في الغنيه يا حليل وما ظريف والله قضيب كمان والله اكثر زول يتفاعل معك والله يا حليل انا ما تفاعلت معي يعني لا ما زي طاها انصاف مع حبيبتين عارف كلامه كله يعني شوف تطاري نقطه في الجو طيب دكتور حبيبي والله عندك اضافه اي دي من اجمل الاغاني والكلمه البسيطه صاحب المفرد الرائع الله يرحمه الراحل الرائع عبد الجبريل كلمات والحانه وتغنى بها رمضان زايد شفت ذاته بسكسي كيف الله يحرمه يعني ده زمن الغنى الكلمة البسيطة السهلة الممتنع بتسري زي النار في الهشيم انصاف ادته بأداء رائع جدا تسلم يا دكتور ده من زورك يعني شفت يعني صوت انصاف لا يعلى عليه الله يديك منداح ومنساب ما شاء الله يعني بارد زي جاري زي الموي الله يديها العافية وبحتها الله يعافيك انت والله يسترنا من الحلقة دي غاية ان شاء الله شاكلة كثيرة نحن اصلا غلطنا خلينا طه يقعد جنبك اصلا ليه ما معاه طاحة الدكتور ده ذاته ما كلامه برا طيب خايفه من العين هي طيب لا ما في اي عين نزله ساكت بقعده في البيت ما في عين انت ما تفهم الموضوع كده يا اخوي الا ما القصه كده نعرف علاقتك بالدكتور يا طه علاقتي بالدكتور اول حاجه هي علاقه يعني انا بعتز بها جدا وعلاقه قديمه ويتخللها العديد من الاعمال يعني انا بقول انا توجت علاقتي بالدكتور بانه طلعت منه باعمال الحمد لله تخللت الكثير من الاعمال والمواقف كمان لا المواقف دي طبعا لا تحصى ولا تعد لكن ما حاذكر لك ولا حاجه لانه كلها مواقف غير مشرفه عشان نكون واضحين يعني لكن كده نعرف من المواقف اللي مرت بينك وبين الدكتور احكي له بتاعت القاهره القاهره والله دي بحكيها انا ما تحكي لا حقيقه مشينا سجلنا شريط يا قمر في القاهره وكانت فترة جميلة مع في استوديو العربي في القاهرة ومن هنا بحيي الأستاذ المهندس رائع باسم شاهين ده سجل معظم الأغاني السوداني واشتغلنا لي جمال أنا مسافرت مع جمال قبل القاهرة وبعدين مع طه بعدين مع أخت ندى وكذا لكن مع طه يعني كان في مواقف عجيبة جدا يعني طه بيزوق منك في حتات يعني كان في معجبات بيجوا الاستوديو طبعا أكيد جايين لي طه يعني بس واحدة قال لخبطت بياناتنا يعني مفتكر انا طه قلت لي يا طه بعدين لما كلمتها قلت لي هو سوري فقلت لها والله غايته يعني انا اللي يكون طاهر غرشي ذاك كان طالعه لكن طه سليمان جوا هي دي ما القصه الحقيقيه يعني؟ لا هي دي واحده من القصص لكن في قصص كثيره جدا جدا يعني المواقف كثيره وهذين دل بيدل على انه العلاقه الانسانيه يعني في قمه مصداقيتها زي ما بقولوا ومالك يا انصاف يعني كلام ده كبار ما بتقدر عليه قبل كده قلت لك كده وحريتينا يعني الحمد لله الواحد بيعتز بعلاقته بدكتور كوباني غير من ناحيه فنيه والاستفاده اللي قام منه من ناحيه انسانيه هو شخص يعني زول زي ما بقولوا خط على الجرح طيب والكلام ده ما عشان قدامه وانصاف تاكدوا على كلامي ده انا كذاب لا لا والله انت ما بتكذب طيب انا بتكلم عن الدكتور علي بكره هاي للدكتور ده كلامه لا والله الدكتور شخصيه يعني كل ما انت تتعرف
بيها أكثر كل ما بيزداد تعلقك بيها وشخص يعني إنسان بمعنى الكلمة قبل منه يكون فنان أو يحتل أي منصب أو أي مكان هو موجود فيه هو إنسان بمعنى الكلمة يعني. الله ما خليك ظاهر الكلام ده يعني ظاهر أي والله لا الدكتور ما فيه كلام إن شاء الله ربنا يديله العافية. طيب نسمعك يا طه ممكن. حاضر اختصرتني يعني طوال كده أغني والله بعد ده كله والله تفهم من المواقف اللي انت حكيت أغني بس يعني اللي انت داير تعرفها دي. طيب نسمع 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 يا قمر. أنا جماله مملى العين قمر زي ده ما في منه اثنين انت زيك وين جماله مملى العين قمر زي ده ما في منه اثنين الرقيق عفيف طب هادي ظريف ما هو قصدني يا قمر 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 زيدا قمر زيدا ما في منه اثنين والفرح بهواك الجمال الذاق والعفاف خصاك والفرح بهواك والله انت براك ما في زول بسواك وفي غلاوتك وين يا قمر 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 زيدا قمر زيدا ما في منه اثنين طه.
اهلا بكم من جديد. شكرا يا طه. الله يخليك. قمر زي ده ما في منه اثنين. اشكرك. القمر موجود معانا. انا ولا الدكتور؟ انت شايف شنو؟ والله انت وزوجك كمان. القمر ازرق. القمر قلبه لونه بقى ازرق. صفدني واضحه كلام اصلا. المرأة في اشعار الدكتور علي الكوباني. ما في. المرأة هي اشعار علي الكوباني. نعم. هي اشعاري. المرأة هي القيمة الحقيقية عندي. من الوالدة للزوجة للبنت للأخت للصديقة للزميلة. خليني من الزوجة ولين أقول الكلام. هاي. المرأة هي المحرك الحقيقي للمجتمع السوداني. والكلام ده ما من الليلة. من أغاني الحماس. يعني قلت له ما دايرة لك الميت رماد الشح. دايرة لك يوم لقى بدميك تتوشح. الميت مسولب والعجائب دي كان بسمع يعني دي القيمة الحقيقية للمرأة في إنها بتحرك المجتمع. وده مستعد أي سوداني ما يسمع الكلام ده يخوض النار. نعم. فنحن في مجتمعنا والحمد لله حتى الحريات للمرأة كانت قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حق التصويت، مرأة في المحكمة العليا، المرأة في أي مكان. فأنا من هنا بحيي المرأة السودانية وبقول لها يعني سمحة يا ستهم، حسنك يفوق حد الخيال، كيفين محاسنك عندهم. ومن هنا بعد التحية للصديق العزيز والفنان الفخيم واخي العزيز كمال ترباس له، بالإضافة لطه وجمال وندى كان معاي، والناس دي كلهم جوني هناك يعني في رأس الخيمة والحمد لله السلامة وكذا. بحييه تحية خاصة وفيها كل الحب والود. أنا لاحظت أنه أنت كتبت لأجيال مختلفة يعني، وكلماتك ممكن تقدر تقول على السهل الممتنع، بتصل لأي زول، لقلب كل زول بتصل مباشرة يعني، خصوصا لما يدوها يعني الأصوات الجميلة اللي احنا شايفينها قدامنا وسمعناها كمان كثير لأغنياتك. أغنياتك دائما ما تكون توجد طريقة مباشرة إلى القلب يعني. نعم الحمد لله والله. فبنحييك بنيابة عن كل الناس اللي بيستمعوا لأشعارك واللي بيستمعوا لأغانيك اللي أنت صيغتها شعرا يعني. نحن عرفنا قصص إنصاف لاقتك وطاها، بس جمال قبل ما حكى أول لقاء بينك وبين دكتور علي الكوباني. والله زي ما قال لك الدكتور في بداية الكلام إنه لما يعني مشى واستقر في دولة الإمارات، أنا زرته أظن بعد سنة كم؟ يا ريت تحدد التاريخ. والله الكلام ده في 99 يا مان. 99 هو عليك كبر شديد. لكن طبعا مينو احنا؟ بني أنا ما معك. أنا صغيرة. علاقتنا أسرية مع جمال. يلا كمل إجابتك يا أول حاجة. طبعا أنا يعني والله طبعا الإنصاف دي الليلة 2016 طبعا أنا يعني 17 سنة جاي رايق، بس أنا مشكلتي أنا جاي رايق وش كده ما قادر أنفعل مع طه وإنصاف دي. قالوا صغار ما في مشكلة، أنا كبير. لا والله أنت ما كبير يا جيمي. صغير والله. طيب يا جمال أنت كبير قدرا ومقاما عند الناس. أيوة والله كتر خيرك يا عمرو، ما زلت قد اثنين عشان أتكلم. المهم أنا أول حاجة أخي الكبير أنا بحييه دكتور سامي مصطفى، شقيقي الأكبر، صديق لشقيق الدكتور علي الكوباني. صادق كوباني. يعني أنا قبل يومين قلت له والله يا دكتور صادق أنا لما بعرفك ما بعرف الدكتور. يا سلام. فالعلاقة أسرية زي ما قال لك، بدت يعني علاقة أسرية. و من اتقابلنا في الإمارات داني كلك حلو، دي كان أول يعني الشرارة، أول تعامل بينك وبين كلك حلو. كلك حلو شز الفواح، ويعني غنى كثير أظن في الأغنيتين ديل هما كانوا أول أغنيتين. أقرب واحدة ليك شنو من الأغاني؟ والله غنى الدكتور كله جميل، لكن أنا الغنية الغنيتها بتاعت غاب القمر دي أنا ما ممكن يمر يوم في حفلة ما غنيها يعني عندي ما غاب القمر. غاب القمر نعم. طيب ونسأل الدكتور، طيب أكثر الأغاني اللي أنت اديتها لجمال هي بتكون قريبة لك، بتحب تسمعها دائما من جمال؟ كلك حلو.
كلك حلو. عجبتني لانه يوم لقيته في السوق المحلي ولد بيبيع قصب وكاتبه في كارو كلك حلو خدت القصب. كان يعني لحظه ممتعه جدا من لحظات حياتي، ودائما ما بميل اسمع من جمال ابدا يعني. نحن كمان ما حملين نسمع منه. الله يهديك نسمع كلك حلو. طيب نحن بعد ما نسمع كلك حلو نيجي نعرف المواقف اللي بينك وبين الدكتور الكوباني. في مواقف طه ما حكى لكن انت حتحكي ان شاء الله. انت شايب لبن برضه بالمناسبه. اوكي طيب خلاص تطلبون نجيبوا لكم. طيب واحد شاي باللبن لو سمحتوا جيبوا لنا شاي يا شباب. جيبوا لنا شاي شاي باللبن جوا الاستوديو. المواقف كثيره والله. ايوه بعض المواقف كثيره. انا كنت بشغل الدكتور ده يعني صافي اسمع الكلام ده عشان تقبل هاجمت الدكتور ده ساكت. شنو هاجمته؟ ورجع للسوار. طيب الموضوع كاش انت قلت له وانت قاعد تكتب في منو في منو كده. انا شوف يا جمال اي شاعر في الدنيا دي يلقى حاجه جميله بيكتب فيها طبعا. ما دي حياه دي ما لكن طبعا انتوا الرجال عشان بتخافوا من نسوانكم روح لما نيجي في برنامج يقول لك لا والله المراه سيكو بالله كله بانوا عن المراه بيكون هو زول واحد طبعا ما قادر. طيب انا غنيت كلك حلو. بخاف من المراه بخاف من الله اجي. لا لا ما في كلام قلت خاف من الله. طيب نسمع نسمع القصة يا جمالها. هاي جميل الله هاي. فغنيت كل لك حلو وطلعت كان في شريط كمان كل لك حلو كلام كتير خلاص. فلقيت واحد في حفلة قلت لي يا أخي أنا الغنية دي كتبوها فيني. ثاني يوم طوال لقيت واحد قلت لي أنا كتبوها فيني. كلهم عندهم يعني قرابة علاقه بالدكتور يعني. خلاص سويت لي المشاكل. لا يعني ما مل كده مل مقصود لكن اي زول زي ما قال لك قبل اي زول بحس انه الحاجه دي له يعني. الدكتور بيكتب لاي زول اي زول بحس انه القصه عشان نرجع للموضوع ده. انا طالع من الموضوع اطلع والله الاغنيه دي انا كاتبها فيك انت واسمعها. انا ما قلت كلام زي البسيطه دي. انت قلت اهله قلت لاقوا قريبات يا اخي ازي دكتور عزه. هو قال لك لاي زول بيشوف دكتور عزه دي كلك حلو. ايوه دي زوجتي طبعا دكتور عزه سناده. دكتور عزه دي عشان لا انت غشوا الغنيه دي ما حد. خلينا نسمع عليها. خلينا نسمع يا جماعه. خلينا نسمع يا جماعه. نسمع الاغنيه دي. نسمع يا جماعه. نسمع كل حاجه الدكتور عزه. حق الدكتور عزه انا نسمع. والتحيه من هنا من اسره سودانيه 24. هي كانت التحيه يا جمال. جمال التحيه دقيقه يا محمد عشان انا والله داري بس وصل حي الدكتور الكوباني. لا اول حاجه لما احنا عملنا الاغنيه دي كان في راس الخيمه وهي كانت بتعمل لنا في الشاي فاحنا بنغني في كلك حلو والدكتور كان بوجه لها الكلام. يا سلام طوالي في الشاي وكتابه ولا انت بتعمل في بنعمل في الظروف خلاص اذا عملت ما هي عارفه وان كان في السودان لا هي عارفه الكلام شو عرضيه في التحيه من اسره سودانيه 24 يا انصاف انصاف التحيه من اسره سودانيه 24 للدكتوره عزه وانا متاكد انه دي كانت اجمل كوبايه شاي تتعمل يعني نعم حقيقه والله طالما هي الاغنيه دي اتكتبت في اللحظه دي دي اجمل كوبايه شاي ولا شنو يا دكتور؟ طيب يا جمال نسمع كلك حلو دكتور عزه كلك حلو يا دكتور عزه لكن جفاك والله ما بتحمله كلك
مثلوا كلك 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 حلو برقة وطبع السماح برقة وطبع السماح خليت مشاعري تبدلوا كلك كلك حلو انت في سما قلبي اصطفاك انت في سما قلبي اصطفاك يا جمال على أغنية كلك حلو. دكتور، الكتابة لأجيال مختلفة بتتطلب مقدرة وإحساس عالي جدا. المفردة بتاعتك ما شاء الله تبارك الله بتنفع مع كل الأجيال، الناس الكبار بيستوعبوها وكمان الأجيال الشابة كمان بيستمتعوا بالمفردة اللي انت بتكتبها يعني، وظهر من خلال الأغنيات اللي أدوها الفنانين النجوم يعني. أنا أفتكر إنه دي الكلمة المفروض تكون كده، المفروض تخاطب قدام أي إنسان. زي ما انصاف قبل شويه خاطبت الناس بكلام الراحل عبد الجبريل الرائع البسيط، وشباب جمال بغني طيبه الاخلاق، وطه بغني يعني لدهاقنه الفنانين القدامى والشعراء القدامى، وبيخاطبهم وبتلقى انه يعني مرات حتى الشباب بيفتكروا انه الغنى ده حق جمال او حق طه او حق انصاف، لانه مكتوب قبل 50 و60 سنه. فمعناها المشكلة ما في الشباب ولا في المتلقي، المشكلة في إنه في ناس عايزين يوروا إنه الشباب مفروض يخاطبوه بكلمات معينة والكبار يخاطبوه، وده دي ما الغنية. صح، في غنية راقصة
اخواني واحبابي في الحفلات بتكون مسرح الحفله. صحيح. لانه الساعتين ديل ناس عايزه تفرح ونحن شعب طروب يعني بنعرف بيتين نسمع، لكن واحد ماشي في عربيته واحد قاعد في بيته عايز يسمع شيء اكيد ما حيسمع غنى الحفلات، حيكون عايز الغنى العريض. فالمفرده واللحن ما بتخاطب يجي، لكن اللحن والايقاع السريع اللي هو مسارحه ده افتكر هم اكثر خبره مننا في الحته دي. طيب انا دار احول السؤال برضه لطه، شنو اللي بيميز المفرده اللي بيكتبها الدكتور علي كوبان؟ هي مش تميز المفرد، يعني انت كفنان شنو اللي بيخليك تختار المفرد اللي بيكتبه الدكتور علي كوباني؟ طيب انا ما عايز اقول لك انه هو ما تميز للمفرد، هو طيب. تميز للشخص. طيب الشخص ذاته لما يكون هو مميز بينتقي الحاجات اللي بتكون سهله الممتنع. طيب. يعني تحديدا في كتابه الشعر ده اصعب واسهل حاجه انت ممكن تتعامل معها. بيبقى لك صعب لما انت تتعامل معه بفلسفه او تحاول انت يعني تفلسف الامور تعقده. طيب. وفي نفس الوقت هو سهل لما انت تكتب او تعمله باحساسك وبصدق. فالدكتور هو من النوع الثاني اللي هو بيتعامل باحساسه. فعشان كده تلقى انه الكلمه بتاعته هي انت بتقول على سهل وممتنع، لا هي كلمه محسوسه طالعه من زول وهو صادق، لما تصلك بتصلك انت بتهبشك في حته فعلا، يعني هي ده الهدف من اجله كتبت القصيده. فدكتور هو صادق في اطروحاته في حاجاته اللي بيتناوله بيد. وكمان ما بتلقى انت كفنان ما بتلقى صعوبه في انك تلحن المفردات اللي هو ما خلى لنا حاجه، الدكتور بيجيب لك جاهزه انت ما عليك الا انك تضيف عليها احساسك وتقدمها لجمهورك. يا سلام. طيب نسمعك يا انصاف ممكن ولا ما احسن انصاف ممكن تغني والله. احسن تغني. اي والله لازم كان صار غني. انت برضه يا جمال ننطرب احسن اغني. لا ننطرب. انا كان سكت يا جماعه سكواتي صعب. لا والحلقه دي تبقى باهته لازم يكلم خلوني اخذ راحتي احسن تغني عشان احنا ننطرب الكلام. شكرا يا ابو عنان. اي تسلم. We'll be right back.
بكم من جديد. وطه ما دارسكم طبعا جوا الاستوديو. شكرا لك يا انصاف. الله يديك على الاغنيه الجميله دي. يعني تسلم يا رب. الله يخليك. واحده من الحاجات اللي بتميز الدكتور علي الكوباني اللمه الحلوه اللي بيعملها للفنانين ولمعظم الفنانين اللي بيعرفهم.
ولما يسمع انه في مشكله حاصله ما بين فنان وفنان وما بين فنان او اي طرف ثاني، هو بكون احرص الناس انه هو يلمشم للناس دي الداخل بيته. افتكر النماذج كانت كثيره يا دكتور يعني. نعم دي حقه نتكلم نحن يا دكتور. طيب يلا تفضل. لا بس ده اقول حاجه والله يعني بالامانه يعني انت براك لاحظت او كل الناس لاحظت كيف انصاف قدرت تحرك صحيح نحن والموجودين وحتى الناس البر الكاست، يعني كان في تفاعل شديد جدا مع انصاف، وده بيميز انصاف انها بتعرف كيف تحرك الدواخل وكيف تخلي به صوته واداءه وحركته. حتى مرحبا والله مع انها ليله يعني زي ما شايفين الناس انها شويه يعني صحيح هاي جننتني جن وكذا وبتاع، لكن دي انصاف لو ما كانت عن طبيعه على طبيعتها ما بتبقى هي. اي أيوة والله. وده بيخلي غناء يصر الناس، ودي عشان كذا بقت في الطب لانه ابتدر الناس يعني وقدرت تحرك كل الاودينس. شفت الكلام. انا شفت الحكم. انا ذاتي مريت بمشاكل ويمكن معظم انا داير اقول قبال ما طه زي ما يقول هو يتكلم انه معظم المشاكل بتحصل بين الناس بيكون فيها اطراف ثانيه. انا وجمال مرينا بمشكله كان في اطراف ثانيه ويمكن دي يعني خلت نحن كانت ثنائيه لا الحمد لله رجعت بقوه وكل شيء، لكن في فتره كان ممكن نعمل فيها اشياء كثيره صحيح لانه كان في اطراف ثانيه اكتشفنا الحقيقه دي انا هو. فلذلك كمان الوقت ده بقيت احاول انه كل الناس بس تقعد مع بعض تحصل بالاول سخونه وكذا بعد ذلك تبقى زي ما قطع هم اولى انه يتكلم. لا دكتور القبول الكبير يعني اللي انت بتلقاه يعني الحمد لله عند الناس يعني الحمد لله هم كلهم انت مقبول الكلام اللي نحن صرنا نتكلم عنه نحن. طيب تفضل. نحن لقينا منه يعني المبادرات الجميله والانسانيه كثير جدا جدا في مواقف مختلفه. وزي ما قلت قبل كل زول في النهايه بيتعامل بالانسان الجواه او باصله زي ما بيقولوا. فالدكتور كوباني اول حاجه علاقته بالما بيعرفه قبل اللي بيعرفه علاقه طيبه جدا جدا، لانه يعني ما ما ما, ما بتجي في مجتمع وتسمع سيره الدكتور سوداني الدكتور كوباني الا بالخير. سوداني دكتور سوداني على حسب لونك يعني شنو نحن. طيب فسيره الدكتور في كل المجتمعات دائما بتجي بالخير، فبالتالي ده اهله انه يكون انا بقول يعني ده رايانا الشخصي انه يكون قطب من اقطاب المجتمع السوداني وزول مؤثر وله رايه. فدائما وجوده في المشكلات وحللها ده لاحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه ولإحساسه بمسؤوليته تجاه أصدقائه أهله أحبابه في الأول. فزي ما قلت لك مكان الدكتور كوباني هي الأهلته أنه يكون مش هو دكتور طبيب متخصص في جراحة ولا علاج، لا هو بالمناسبة إنسان بمعنى الكلمة. يعني أنا ممكن أقول أنه متخصص في شفاء العلات النفسية. أنت لو قعدت مع دكتور كوباني لو يوم جيت في صالون دكتور كوباني وقعدت وتونست أنت بتطلع من الصالون يعني بتحس بنفسك رجعت طفل، يعني في حاجات كثيرة جوا قلبك راحت، أنت يعني بتعيش معه لحظات بالجد بتحس بأنه أنت يعني قاعد مع زول عنده قيمة يعني. يا أغنية من الأغاني اللي كتبها للناس الكتار دي فنانين الكتار أنت اتمنيت أنك تغنيها يا طه؟ والله يا أخي أنت كده الأغنية دي تكون ليك أنت. في كثير جدا جدا كثير من أغاني الدكتور وقاعد أزعل يعني وقاعد أزعل، لكن ما بحاول أوصل له وعتابي وزعله عشان شنو الغيرة بين الفنانين مرات بتتفهم بشكل خطأ صح. لكن بس هي موجودة يعني هل هي موجودة؟ صح. لا الغيرة دي لو ما كانت موجودة عجبتك بس غناها جمال ما عادي ممكن تغنيها. لا ما انا ممكن اغنيها لكن لما اكون الغنية حقتي ما زي لما اغني اغنية جمال. نعم لا تكون قصدي للدكتور يعني الانسان بطبعه انا أيوة. بحب الحياة كنت بتتمنى يا تغنية هسي قول يا تغنية كنت بتتمنى اقولها كده يعني. طيب انا كنت بتمنى والله يا سمحة يا ستهم سمحة يا ستهم يعني الاغنية دي انا يعني جميلة يعني كسرت سمحة والله كم مع صوتك بتكون جميلة جميلة. وانت يا جمال يا تغنية والله للدكتور كنت بتتمنى انها تكون لك سمحه يا ست حافظه يعني من الغنى الدكتور الغنى اللي كتبه الدكتور والله يا اخي انا اللي اداني لي الدكتور ده شال اكثر الغنية انا اكثر الغنية طبعا فكونه هنا عندي انا سعيد بانه الاغاني دي موجوده عندي. ما طيب ما تزغ من السؤال يا تغنيه كتبها يا ستهم دي ذات برضو انا وايد غريب لا 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 عنده اغنيه غناها و
كمال ترباس يعني هو اللي كان غناه في الاول بعد شويه جمال. انت رايك شنو؟ انت رايك شنو؟ بعد ما غناه جمال. طيب يا صاحبي كده خليني من هنا. انا داري اسالك انت سؤال. شفت الملاك يا طه؟ طه يا اخي انا داري اسالها هي سؤال. طيب يا تغنيه لك انت يا انصاف. والله انا برضه سامحه يا سيدي نصيحه جميله ولو دين غناها بتكون احلى طبعا. انا شايفك برضه شلتي مع شايفك شلتي مع جمال في كلك حلو برضه حافظاه انت. يا سلام كلك حلو كمان عندها مواقف جميله تعرف يا محمد بيحبوها النسوان. انا محمد والله دار ارجع لك شويه كده للكلام. طيب بتاع نسمعك الدكتور يعني في قبيل ذكر انه كان في خلاف بيني وبينك وانه الخلاف ده انا وياه ما تكلمنا مع بعض يعني ما دار نقاش. ما دار نقاش بتكون وصلت كلامك يعني لكن فاعلي الخير. ايوه نعم فاعلي الخير ما قصر بالضبط. اقولها للامانه يعني وقدام الناس وكذا المشاهدين والحضور وكذا انه يعني بتلفون منه انا قلت لك فلان جايك يعني 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 ضرب لعيد ولا لحاجه لمناسبه ضرب اي ذلك انت في السودان قال انا في السودان انا جاي يعني يعني الكلام ده انتهى فيه. كم الفتره كانت بتاعت 4 سنين وهو علي بالغتها يا جماعه القطيعه بيناتكم كانت 4 انا كنت تعرف فين هو الصغير خليت اخوي الصغير دي انتهت مني رسمي يعني يعني انا طوالي انا مشيت له طبعا انتهت منه ليه؟ اول زول يلاقيه يقول له انت اصغر مني انت اصغر مني والله طبعا انا حافظ اصبر انا قلت لك انا جاي رايق وهادي وكذا قال لك كتاب يا باي تو صعب. طيب بتبقى مشكله يعني هسه انا جمال ده والله جاني هسه في مشاغل جاني منه كلام لكن والله لا ما سالت. ايوه صح حسنا لقيت ما فاعل الخير فاعل الخير لا لا هو ما فاعل خير هما ما في زول بيجيب لك كلام من زول داير يكون خير طبعا ما نحن ما فاعل خير لكن انا بشوف انه مثلا جا كلام من طه جا كلام من جمال من علي هذه انا ما اصل لحد عنده واساله ويوم بيصلوا كلام ليه ادخل وسيط متى العلاقه طيبه بينك وبينه عادي اساله. طيب السؤال ده انا بوجهه لكم انتوا انتوا ليه الناس دي ما بتسال انت قلت لي كلام طبيعي حرد لك والله يا محمد يا اخي انا انت تشيل الرده وتدي يجيب ده الكلام بعد ذاك بتبقى مشكله. طيب يا انصاف انتوا كفنانين هسه ده ما سؤال موجه لكم انتوا ليه بتسمحوا بالوسائط انه يكونوا بينكم؟ طالما انت علاقتك كويسه مع طه وطالما انه علاقتك كويسه مع جمال ليه انا كنت اقول لطه رغمك يشيل سماعه التليفون يضرب له. انا عايز اقول لك اذا وصلك كلام يعني احنا عشان نتكلم كلام مفيد مفيد. طيب نحن بصراحة محمد عثمان نحن في وقت الفنانين ما بنفس الترابط اللي كان زمان. أيوة ما في صح وكل فنان عامل شلة ليروحه صحيح وقافلين عليه هم اللي بيوصلوا له الداير يسمعوا طيب وبطلعوا منه وبيطلعوه بالشكل اللي هو حاب يظهر به. طيب لكن ما في زول بيكون قاعد مع فنان عشان ينصح يقول له بدي اعمل كده وده مرايه ما بكون مرايه. طيب ليه ما في زول بيكون بيعكس لك سلبياتك طيب يا طه ايجابياتك. طيب يا طه في اتهام لكم انتم كفنانين انتم الواحد فيكم بيهتم بالشله اللي حوالينه اكثر من اهتمامه براي زميله اللي ممكن يكون معاه في الفن. مين تشوف يعني. الشله اللي حوالينك دي الشله اللي حوالينك دي بيكون فيهم ود حلتك وفيهم ود خالتك وفيهم صاحبك مما كنت بتقرا في سنه اولى. طيب. يعني دي شله انت اساسا ارتبطت بيها. طيب. فانت بعد ذاك الموضوع بيرجع لك انت في تحكيم عقلك انت هل دي الشله المفترض تكون معاك في الفتره الزمنيه دي او في المرحله اللي انت فيها دي ده بعد ده تقييمك بيرجع لك. لكن معظم الناس الشله دي ما جاتهم جديده الشله دي كانوا معاهم صح كلام ده منطقي جدا اعطاه صحيح انا غايته الصحيح يعني لم لا بجد والله الناس اللي حواليك ديل ممكن يوصلوا لك الحاجه دي محمد عثمان ما في فنان بيقبل نصيحه ثاني يا جماعه تسعدك ما بيقبلوا حس يا جمال انا اشوفك في غلط اجي اقول لك يا جمال الحاجه دي غلط ما حتقبل لا لا والله يا والله بالعكس طيب يا اخي هسه انا ممكن تقبلها من علي انا اضرب لك مثل بيزول ممكن تقبلها من محمد عثمان لانه ما في الوسط الفني لكن انت انا اقوم اعيب لك حاجه ومثلا اقول لك لا اقول لك والله يا جمال هي جمال هو شنو اللي انا والله طيب يا انصاف يا انصاف يا انصاف انت قاعد يكون عندك طيب طيب ما قاعدين للدرجه دي كمان يا انصاف يعني طيب انا دار اسالك سؤال يعني انا اقول لك دار اسالك سؤال لو سمحت يا جماعه لو سمحت يا جماعه دار اسالك سؤال يا انصاف انت قاعد يكون عندك الجرأه انك انت تضربي لي فنان تشيل سماعه التليفون تقول تقول لي انت غلطت في عمله بتعملها انا بقول انا قاعد اعملها انا ضربت لي قبل كده انا قاعد اعملها ايوه انا قبل كده ضربت لي اكيد قلت لك انا تقبلتها دي لكن العلاقه لما تكون جميله بين الناس يلا ما كل الناس كعبين ما كل الناس ما كعبين
ما اقول للناس لكن بيقولوا حاجه دي. كان قلت له هذا والله حاجه يقول لك يا مالتي عليك الله خليني. لا 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 هو اما نقول له هو ما يقول لك ما قال لك قدامك بيقول به وراك الفنانين دي الكذب عشان ما يكون لفظ صح كذا الكلام ده بيرجع لعلاقاتنا في بعضنا احنا في بعضنا خشت وساويس والله كلام انا لا في حاجه بس انا ضربت لك يعني هسه انا مثلا قبل فتره ضربت له هذا طاطا والله يا اخي في ناس بيحبوك وناس بيعرفوني انا بيحبوك يا اخي ودارين انك تجيهم تيعملوا وزاد كان بيسجل في الحلقه بتاعت رمضان طيب عظيم بلبسه ذات وكان عامل حلقه مع حسين شندي في نفس اليوم ده لانه جا لقى حسين شندي في الحفله وقال لي نفس اللبس فانا ضربت له تليفون جاء ونكون انا ويوم ما تكلمنا مع بعض قريب سنه صح. في التليفون لكن الحاجه اللي بيناتكم ما جميله من يلا انا اتصلت تليفون يا طه والله يا ابو ناس بيحبوك وناس اصحابي ودايرينك انت وين صاحبنا انا هاي دايرين اغني لكن هم مهز نفسهم في طه يجي غني لهم ضربت له والله جاء كل صوت طه يا اخي تعال غني اغنيتين ثلاثه وامشي انا عارف جوتك وحاجه وجيت وجا وغنى يلا سيدي لو قلت لفنان ثاني تكون علاقتك بضعيفه بيجي ما بيجي خلاص انا بتكلم لك عن انه ما كل الناس يا انصاف انا قلت لك كده الكلام جمال ده بوريك لو القلوب نظيفه اي والله المسافات بعدت الود بيظل قائم هسه طه انا لكن لو قلبك ما نظيف لو وديتك ظهري انت بتكون خلاص قلبت وشك منه ودي مشكله هسه طه انا حوالي في ناس كتار بيوصلوا لي كلامات الحاجه اللي انا داير اسمعها ايوه ايوه لكن هذا الشخص المضاوض ده جيجن الزور بعيد الممكن يديني كلام انا مو دايره الممكن ما دار اسمه يعني لكن بيقولوا لك بيقولوا هو بس يعني بجد يعني في الناس حوالي ده زور بعيد اللي بيقول لي الكلام اللي انا بكون مثلا ما دار اسمه لكن اما نرجع دي الحقيقه هاي لما نرجع لكلامه بلقى انه هو دي الحياه المفروض انا المفروض مع الناس تحرقني واي شيء لكن في النهايه دي الحياه صعبه بقول اسمع كلام ببكيك ولا تسمع كلام بضحك ودي اللي خلاني مستمرين يعني في حتى في علاقتنا مع بعض ده بيرجعنا لانه نقول يعني زي دكتور كوباني دوره مهم جدا جدا في شمل الفنانين ليه لانه شخصيه بتجمع على كل الاراء وكل الناس بيتفقوا على انه دكتور كوباني يعني زول عنده تاثيره عنده كلمة المسموعة في وسطنا في مجتمع عموما يعني فنحن بصراحة محتاجين حملة نسميها صف النية والله العظيم هاي بجد والله العظيم لأنه نحن عشان نتطور دائما الدول ما بتتطور وهي فيها حروبات ونزاعات فما بالك بالأفراد لما يكون انت يعني شغال بأشياء حوالينك ما بتضيف لك أو ما بتقدمك في مسيرتك أكيد انت حتكون متأخر فلما يكون الجو صحي ونقي وبيسمح انه الناس تبدع اكثر لانه جونا جو ابداع صحيح بس يا طه ما كل الناس ما كل الفنانين بس الحلقه دي الفنانين قاعد يكونوا حريصين على الحاجه دي بس بيقبل يا طه كلام زي ده الفنانين بيقبلوا والله انا متاكد في مجموعه من الفنانين يقول لك طه بتفلسف يا اخي انا مع طه هذا قلت في هنا الفنانين ما له ضعف اصل انا زي اللي بيكذب على الناس يعني اكيد والله حقيقه يعني الكلام بيقول فوطه هذا الناس محتاجه فعلا تصفي النيه طيب وانت يوم معزوم في يعني محمد جدا عشان جداً. لا ما تجي لي مشكله لحل مشكله محمد طبعا يعني صديق تعال اشرب شاي بلبن تعال اشرب لا تعال اشرب شاي بلبن يا صديق هو طبعا صديق صديق لي صديق وصديق لي واخوي صغير الله يديك العافيه لا صديق. انا بفخر شاي بلبن انا بفخر والله يا طه مع انه حجه قبالي يعني واقول لك حجه مبروك الله يديك العافيه ان شاء الله تسلم يا طه لو سمحت لي يا محمد بقول لي يا طه كان حق المودة عليك توسع عيوننا ما تبكيك وكان تأمر مشاعرنا انسى وتاني ما تبكيك إلا تفوت وما تسأل وما يهمك منو اللي يزعل نسيت الريدة ولا جفيت وين يا قمرنا ما اسمع دي يا سلام ده طوالي قال لك عادي خلاص يا طه عملت نازل لاخوك ده نسيت الريدة ولا جفيت لا انا عاوز اغني لو قلت لك اشتقت لك أبو يا سلام وصفت لك يا سلام انا لسه شايل حبي لك وبجد كثير احتجت لك يلا احنا محتاجين نسمعك هسه يلا تفضل يا طه شكرا
جبير وين يا قمرنا ما هليت الريدة الريدة ولا جبير وين يا قمرنا ما هليت ولا جمال عيونك دين صار طبع الدلال الفيك مشيت من تاني ما طليت يا قمرنا ما هليت سعدني دق الباب أحدك من صباح أغراب بيجينا مع الفرح أغراب لا أيام تجيب بسمة لا سعدني دق الباب يا سهر الليل مع النجمة تواسلها في الدمعة وتواسلها في الدمعة أريتك لو طريت الفات وجيت شايل الغرام حنيت وين يا قمرنا ما هليت مشاعرنا تنسى وداني ما تشكي كان عليك توسع عيوننا ما تبكي وكان تعمر مشاعرنا تنسى وداني ما تشكي إلا تفوت وما تسأل ولي عذابنا يوم حسيت ما هليت سعادة الدنيا تغمرنا ويا ما قدرنا وحبك في القلوب شلنا وكل ما نشوف تباشيرة سعادة الدنيا تغمرنا شايلين الصبر راجي راضين بالعذاب والبين شايلين الصبر راجين راضين بالعذاب والبين وقبل الفرحة لنا تبيت رحلت وفدت ما استنيت يا قمرنا We'll be right back.
جفيف وين يا قمرنا ما هالليل الريدة الريدة ولا جفيف وين يا قمرنا ما هالليل ولا جمال عيون الدين زطب عالدلال الفيك مشيت من تاني ما طليت يا قمرنا ما شكرا لك يا طه. انت الغنى السمح ده كنت داسوي والله الغنى السمح ده قالوا له انا طه ليه الغنى ما تغني لا بس انت يا جمال ما المشكله لما انا بغني انت تكون شغال حفله ايوه عشان كده قلت لكم ما سمعتها الله يغضك الضاف لكن قاعد اغنيها طوالي انا ما قاعد اكون شغال حفله ما سمعتها انت فاضي لكن عرفت لقيت لك زول يرد اقول لك دكتور نحن دايرين نعرف جديدك كمان جديدي حيكون مع اول عام مش عشان قاعدين معي مع الثلاثه ديل انا شخصيا والله من بدري عندنا جديد وقاعدين وشغالين على بنطبخ فيه وبمزاج يعني انصاف دي لان يعني جبال هيمتني والغريب انا مجهز لها حاجه بحاول ما اطلع طبعا الزول بيجي متاخر ده ما انا جيت متاخر يا دكتور ما هي بتقول انت مراك يعني قول قال ده طبعا طه طلع ده النجاح ده النجاح انصاف حتغني اغنيه حماسيه ان شاء الله ان شاء الله تنال اعجابه ان شاء الله هي يعني هي ليه اغنيه واحده كل واحد من ذل مدي 20 اغنيه لا ما احنا من البدايه من البدايه ما انت قد ايه يا شيطان دي قدومه يا دي قدومه يا والحنه 200 ان شاء الله اللي قدام وهي بتقول وقت الناس تصين وقت الناس تصين وحس الموت يرين انت يا التقيل لبتويل لبتئن يا سلام هاي ابشر هذه يعني انا بعرف زغرت كنت زغرت هاي فدي حتكون ان شاء الله يعني مع انصاف وبعدها عندنا الحياه انا مسميها الطقاطيق يعني حياه كذا هاي احنا عشان بنغني دلوكه يا محمد عثمان مع طه اوريدي بدينا مع جمال عندنا ومتفقين على بروفا قريب يعني ان شاء الله كل البروفات تكون في بيتنا استاذ كمال ترباس وبرضه حلنقي جاب لي نصين للتلحين واحد منهم لكمال ترباس واحد لندى يعني دي جانب ثاني انه انا بالحين حلنقي على راجل مبدع وبحييه حيي كل الاحباب ان شاء الله حتكون فتره ثره جدا و اغلبها حتكون في سودانيه 24 لانه ان شاء الله بنتمنى يعني لانه وجدي مرغني ده اخوي وحبيبي وصديقي من منذ الطفوله يعني الله يحفظك وجدي مرغني شخصيا صح؟ نعم وجدي مرغني يعني شخصيا انا ما ناس محمد عثمان لا لا دين ما اخواني هو استاذ الطاهر يعني كلنا ينوت عظيم بحيي وهسه هو في لندن ولو له التحيه طيب له التحيه ولاسرته العظيمه بنحلم نشوف اعمال ثنائيه ثاني بينكم انتوا الثلاثه يعني اي اثنين منكم مثلا احنا الثلاثه طيب يعني انا والله اول حاجه حابب يعني اقول للمشاهد انه العلاقه الانسانيه اللي بتربطنا نحن الثلاثه وفي ناس ثانيين طبعا لكن لوجودنا في الحته دي مع بعض علاقه نظيفه يعني قد نبتعد ونفترق لكن الجو القلب جو القلب زي ما بيقولوا وان شاء الله دائما المحبه والقوه النظيفه تكون موجوده ان شاء الله وفي تعاونات كثيره لقدام اساسا احنا ما قاعدين ننقطع مع بعض من بعض يعني اذا ما تصادفنا في حفله شغالينها مع بعض بنتلاقى في حاجات كثير لانه في النهايه احنا حوشنا واحد يعني التحيه لكل ناس مدني تحية لكل ناس شمبات انت يا راعي يا ظريف والتحية لكل ناس الصبابي ايوه والتحية لكل ناس راس الخيمة كمان وي زول بتابعنا الليلة ورفاعة وي زول بتابعنا الليلة في سودانية 24 جمال انت حتحسم لنا النقاش ما بين شمبات ومدني نسمع شنو والله يا اخي مدني في قلوبنا وشمبات في عيوننا والسودان كله طيب نسمع أزقع يا بلبل غرد لي حسنه أزقع يا بلبل غرد لي حسنه غنن يا قمري في حديث وفنه
سمرة لونه وسحر عيونه سمرة لونه وسحر عيونه غني بتمني بتكلم عنه غني بتمني بتكلم يعني أزجع يا بلبل غرد لي حسنه أزجع يا بلبل غرد لي حسنه غنن يا قمري بحديث وفنه سمرة لونه وسحر عيونه سمرة لونه بتكلم عنه وغني بتمني بتكلم عنه عنه العالي سيبني كلامه مش شافت رسمه الحسان حزينه في جماله تمنه الحسان حزينه في جماله تمنه والنجوم تبارك لما غارت منه العالي مغامه أسيرني كلامه العالي مغامه أسيرني كلامه مش شاف قدر اسمه العيون ما نامه الحسان حزينه في جماله تمله الحسان حزينه في جماله تمله النجوم تتوارك لما غارت منه النجوم تتوارك لما غارت منه السعيد في عمره ده اللي بيفوز بقربه السعادة في طوله والمحال من دونه السعادة في طوله والمحال من دونه ألقى فرحة عمري ألقى فرحة عمري Thank you.
السعادة في كونه والمحال من دونه في كونه والمحال من دونه ندعو رب الكون في هناه ويصونه ندعو رب الكون الكون في هناه ويصونه يصونه أزجع يا بلبل غرد لي حسنه 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 غنن يا قمري في حديثه فنه في صبرة لونه وسحر عيونه في صبرة لونه وسحر عيونه في صبرة لونه وسحر عيونه في صبرة لونه وسحر يتكلم عنه ويتكلم عنه ويتكلم عنه وغني ويتمني ويتكلم عنه وغني ويتمني ويتكلم عنه وغني ويتمني ويتكلم عنه غني ويتمني بيتكلم عنه يا جمال يا سلام يا ديني شكرا يا جمال انت متين هسه غنيت عشان داير طوالي تفتح موضوع مع الجمال الله يا عثمان انت عارف انا اول مره في حلقه اكون ساكت ذاتي يعني الليله جبت لي اثنين بس قعدوا لي بعيد عارف انا الليله غازي حاصل بس مسكين زاد ما هي جمال انا بعرفه ذات والله نحن ذاتنا ما هي جمال اللي بنعرفه انا مش انا انت ذاتك ما هي جمال اللي نحن بنعرفه اي والله انا مسكين وهذا بعدين بتفرج فيه طيب دكتور كوباني نحن والله سعيدين انك انت الليله معانا برضه في حضور الفنانين الموجودين معانا انت الناس قلقت عليك كثير في الفتره الاخيره وكان بتصحبك الدعوات والامنيات بانك انت تعود سالم غانم الى ارض الوطن بالتاكيد انت بعد هذا العود الطيب الى ارض الوطن يعني عندك كثير من التحايا الى من تربطك بهم علاقات وود متصل يعني دكتور عز عوض الكريم سناده استشاريه النساء والتوليد في مستشفى الصقر في راس الخيمه رفيقه الدرب دي استاذ غرام من الجامعه من الكليه هي ورايا يعني اصغر مني يعني ورايا بسنه بس لكن في المحنة دي كانت فعلا رفيقة الدرب والسلاح وحتى يعني أبهرت ناس دفعتنا وكذا مش لأنه أنا بابا استاهل لكن لأنها هي معدنها أصيل يعني يا سلام يا سلام وعايز أشكر كل من دعا لي وقف معي ومش عشان قناة سودانية 24 ودي مرغني كان معي في كل لحظة وكان له زي ما بقولوا الفضل الكبير بعد الله في انه عافى ووقف معي وقفه رجل واحد اخوي الحبيب جمال الوالي الله يعني يشفي ذويته زي ما شفانا ويديهم العافيه والصحه
وأشرف سيد أحمد وكل الأخوان وقفوا معي وكل جوني هناك ناس جاتني في الإمارات يعني كمان ترباس جمال فرفور طه سليمان إنصاف كانت معي وسنتين كبيرة الوالدة وأخواتي وأخواني دخلتهم أنا في فترة كانت عصيبة حجرين الله يديها العافية ومنى ومي وطاهرة دي أخواتي وحبيباتي يعني كانوا معي في كل لحظة حسن الكواني والصادق الكواني والصديق الكواني أشقائي الرجل كانوا معي يعني في كل لحظة والصديق طبعا فردتي أيوة فدي كلهم يعني كانوا معي ودكتور الصادق وكلهم جوني هناك صادق كواني صاحب نعم. سامي صحيح. أخو جمال فدي أشقائي وما مشحودين على قصتي لأنه أيوة لكن من طريع لكل زملائي في الجامعة قدامي والوراي والناس اللي كانوا والشعب السوداني كل أطراف والوسط الفني حتى الناس اللي يعني أنا الدعوات كان بتصلني وكنت يعني بقول يا ربي يوم ما يقدرني أنه أرد جماعي للناس اللي كانوا معي يعني لحظات كانت عصيبة وما أتمنى لأي إنسان قلت من ربنا لكن ربنا أكرمنا بالشفاء الحمد لله ومن هنا لما أنت قلت يعني ما كنت نسيت أي فضل أي إنسان عليه ربنا يعني يزيكم كل الخير ويديكم العافية والسعادة لكل إنسان وما في إنسان يشوف شر أبدا إن شاء الله إن شاء الله وأحمد الله إن شاء الله ما تشوف شر وإن شاء الله آخر الآلام إن شاء الله إن شاء الله يا رب بإذن الله حنسمع إنصاف حنسمعك وبعدين كمان نسمع طه لأن إحنا خلاص الزمن على مشارف يعني نسمع أخضر ضيافة نسمع أخضر ضيافة
بكم من جديد. شكرا يا انصاف. الله يديك العافيه. شكرا على الاغنيه الجميله دي جمال. نحن في خواتيم الحلقه دارين نسمع كل واحد فيكم يقول كلمه في حق الدكتور علي كوباني. جمال دبيك قول يا جمال. والله انا بس اقول له ربنا يحفظك ويخليك لاهلك ولاسرتك الكبيره والصغيره ويخليك للشعب السوداني ان شاء الله. ان شاء الله يديك الصحه والعافيه. انت يا صاف انا بقول ان شاء الله ربنا يديك العافيه يسلمك ويدوم الاخوه يا رب بين الناس ان شاء الله. خليه لي اولاده ان شاء الله ويديه الصحه. صح اهم شيء. وهو قال اغنيه واحده. انت شايف دايره كم اغنيه؟ ترى كمون ترى حصل الناس دي حصلين ان شاء الله. تعال لغايه الليله درس خش نسمع طه. انا ريه والله يا اخي الكلمات في حق الدكتور يعني بجد مهما الواحد فتش وقال بتفضل قليله يعني او متواضعه فالواحد بيدعو له بالصحه والتوفيق وبنتمنى انه يعني يرد غربته ربنا يرد غربته ويجيبوا لنا السودان لانه وجوده في السودان تاثيره اكبر من هو خارج السودان. دكتور الكوباني الانسان احنا محتاجين له قبل الفنان لانه الانسان اجواه جميل ومختلف ومن النادر انك تلقاه في الزمن ده. الله يخليك يا طه. دكتوره دار اختم معاك لكن دار اعرف الاغنيه اللي كتبتها جوا المشرحه دي شنو؟ والحقيقه مش يعني انا مكتبي في المشرحة بدون مقاطعه هي اغنيه هو ده بخط البتيخه جوه جنب المرحوم عشان تبرد وتلج وبعد شيء بيطلعها مع المرحوم يعني راس البتيخه وراس المرحوم جنب بعض بيطلعهم كده يعني ممكن لو شغل يشيل راس المرحوم. اضافه لكلام طه الاغنيه بتاعتي انت انا شفت الملك بيدي سالمته طيب واحد حلف لي قال لي الدكتور ده جاي يشرح وحدي عملت حادث في الامارات كتبها فيها دي ميتة. قال لي انا شفت الملاك وبيدي سالمت. لا هو باكد لنا الكلام. لا 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 ما اكيد اكيد ما يعني الميت ده ما له حرمته. البتيخه لكن ما فيها مشكله. البتيخه طبعا العاملين لانه نحن زي يعني زي ما طه بيشتغل في الحفله نحن شغلنا في المشرحة يعني بتعامل معاه عادي يعني فالميت ده ما زول كان زي قبل شوي يعني اختلاف الاشياء يعني بعدين البتيخه مكفوره من برا ما بناكل القشه. اليوم اغطيها هسه في حاجات ثانيه ما في يعني لكن اكيد ما بتكتب في ميت ولا بتتاثر عاطفيا بميت ومجرد ما انت تتاثر عاطفيا بميت حقه تخلي الشغله طوالي في اللحظه يعني عشان كده ممنوع انك تشرح زول بتعرفه او زول انت ليك علاقه به او قريبك انك ما حتشوف الصح حتكون انت متاثر عاطفيا يا حزين يا بتبكي يا غيره لكن وبعدين هي جمال قال فعلا فعلت في النت عامله لكن هي من بنات خياله اما المكتب انت ممكن تجيك خاطره وانت مكتبك موجود في المشرح يعني ففي خواطر كثيره جات وانت في المشرح من ضمنها كلك حلو كلك حلو اي نعم في مكتبان في المشرح يعني فدي كلها اشياء يعني شفت الملاك وقال لي شفت الملاك دي انسان لانه بيدي سالمته ما حسان من الميت يعني لكن هذه نكتة انا عايز احيي بناتي رزان وريان وروان ورينان هاي كلها برا وحيي ولدي محمد لانه عاشوا معي برضه لحظات عصيبه ولو في حاجه من تاها اغنيه برضه بهديها اليوم ولكل الاحباب واللي طلبتيه وطالباتي. يا سلام. دير برضه كانوا متواصلين معي طول الفتره. نحن والله بنحييك وبنهدي بناتك اغنيه للفنان الشاب طه سليمان في ختام. بهدي بناته لي؟ بهديهم اغنيه لك. اغنيه لك. معه محمد ايوه. الفنان الشاب طبعا الشاب دي بتزعلك انت يا جمال لكن ما معليش طبعا سكين قبلها جمال قوم غنوا ومرجع طاز طبعا يا الشاب هو قدرك قدرك يعني قدرك يعني 6 شهور مثلا شكرا الفنان الشاب جمال فرفور شكرا جزيلا لك شكرا الفنان الجميل انصاف كتر خيرك شكرا على حضورك انا فاطيني من شباب عشان يا محمد عثمان طيب من قبل طه هذا يشيل ويزف فيك وانا اشيل وتحامي وتحامي اي والله الفنانة الشابة انصاف شكرا جزيلا لك الله
الله يديك العافية. شكرا لك البدان الشاب طه سليمان. شكرا جزيلا الدكتور علي كوباني. كتر خيرك على حضورك معنا. أيوة داخل السودانية 24. شكرا لك. إن شاء الله العافية تبراك. والله يديك الصحة والعافية. الله يديك. إن شاء الله آخر الآلام. دي كانت هدية متواضعة لك ولمقدمك للسودان من السودانية 24. دي كانت حلقتنا في حضور الدكتور علي الكوباني. وهو أخصائي تشريح لكن يبدو إنه هو ما تخصص بس في تشريح من انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن هو أيضا تخصص في تشريح كل الجوانب العاطفية والنفسية لكل من يستمع إلى هذه الكلمات الراقية وهذه الكلمات الجميلة. أشكر أيضا الفرقة الموسيقية التي صاحبت الفنانين الثلاثة الذين حضروا إلى استوديو سودانية 24. نلتقي بكم إن شاء الله في مواعيد أكثر رحابة وأكثر جمال على سودانية 24. إلى اللقاء. علي بشيل صورتك وانا جيها لما الدنيا تكس علي بشيل صورتك وانا جيها ألاقي عيون ترسم لي سلام أشواق وحنية ألاقي عيون ترسم لي سلام أشواق وحنية تظل الفرحة في عيني وتبقى الدنيا عينيا وحاتك أسعد اللحظات يوم تلقاك عينيا وحاتك أسعد اللحظات يوم تلقاك عينيا وحس نفسي بين يديك وحسك انت في يدي وحس نفسي بين يديك وحسك انت في يدي أحس نفسي بين يديك وحسك انت في يدي جواي ورود وزهور فرايحي مشاعري كنت بخفيها لو حاولت أوصف لك مشاعري كنت بخفيها لو حاولت أوصف لك مشاعري كنت بخفيها بحبك وانت تخفيها وبريدك توفيها رسمتك في خيال زمان مقاطع خرافية وصورتك في رؤى الأحلام أمير تتجنب الفيها وصورتك في رؤى الأحلام أمير تتجنب الفيها
صورتك في روى الأحلام عمير تجنبل فيها كأنك انت لا قبلك وبعدك ما في حورية وصورتك في رؤى الأحلام أمير تجنبل فيها وصورتك في رؤى الأحلام أمير تجنبل فيها صورتك في رؤى الأحلام أمير تجنبل فيها كأنك انت لا قبلك وبعدك ما في حورية تكس علي بشيل صورتك وانا جيها لما الدنيا تكس علي بشيل صورتك وانا جيها لما الدنيا تكس علي بشيل صورتك وانا جيها سلام اشواق وحنيه الاقي عيونه تبصر لي سلام اشواق وحنيه فتل الفرحه في عيني وتبقى الدنيا